بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة شهر رمضان المبارك معنا الشيخ محمد عرفة يجاوب على أسئلة تخص شهر رمضان والصيام في شهر رمضان. مرحبا بك يا شيخ. وأول سؤال نبدأ به، ما معنى كلمة الصيام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحب أن أبدأ بما أتمنى إن شاء الله صيام مقبول وعمل إن شاء الله مقبول لكل المسلمين بإذن الله، ونبارك في حلول شهر رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا. بالنسبة للتعريف، الصيام هو الإمساك بنية التعبد عن الأكل والشرب وعصيان النساء من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فده تعريف الصيام. نعم، هل يوجب على المسلم صيام شهر رمضان؟ الصيام يوجب على المسلم بتعليم الكتاب القرآن والسنة والإجماع، إجماع الأمة. ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فده أمر إلهي بالصيام في شهر رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية الشريفة أننا بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. بمعنى أن صيام رمضان أحد الأركان الخمسة للإسلام. نعم، ما هو فضل شهر رمضان؟ شهر رمضان طبعا الفضل فضل كبير جدا، لكن هحاول أذكر يعني إن شاء الله نبذة بسيطة. يكفي أن احنا نعرف أن شهر رمضان هو شهر نزول القرآن، الشهر اللي ربنا تبارك وتعالى أنزل علينا فيه القرآن وأنزل علينا الوحي، وأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى أرسل عليه الرسالة في هذا الشهر. ميزة ثانية من شهر رمضان أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا ابتعدت عن الكبائر فمن رمضان لرمضان ومن الجمعة للجمعة والخمس فرائض ربنا سبحانه وتعالى بيعفو عن صغائر الأعمال وصغائر المعاصي. ومن يجب عليه الصيام؟ الصيام يجب على كل مسلم بالغ عاقل، وفي حالة الأخوات النساء بالطهارة من الحيض والطهارة من النفاس، من دم النفاس اللي هو بعد الولادة. هل هناك رخص للإفطار في شهر رمضان؟ أيوة، في عندنا نوعين مختلفين من الرخص. في رخصة يستطيع فيها اللي ربنا رخصه فيها إنه هو يفطر في يوم رمضان وبعدين يستعيد عن هذا اليوم بيوم آخر، ومن المحبب أن يتم هذه الاستعادة قبل حلول شهر رمضان القادم. منهم المسافر والمريض الذي يرجع شفاؤه والسيدة الحامل أو المرضع لأنها بتحتاج إلى غذاء لذاتها وللجنين أو للرضيع اللي بيرضع. دي رخصة ربنا سبحانه وتعالى رخصها للتخفيف عن الأمة. في رخصة تانية، رخص تانية ربنا سبحانه وتعالى رخصها ديت للمريض الذي لا يرجى شفاؤه، والطبيب يقول له لا تستطيع أن تصوم، وإنه يطلب منه إنه هو يتبع نظام معين في العلاج، وإلا إذا لم يتبعه فده هيؤثر على صحته وهيؤثر على شفائه. ده نوع. النوع الثاني أيضا الشيخ الكبير اللي لا يستطيع إنه هو يصوم، فهذه الفئات ربنا تبارك وتعالى أعفى عنها على اعتبار إنه هو يستطيع إنه هو بدل أن يصوم هذا اليوم إنه هو يفطر شخص على كل يوم يفطره
وإن شاء الله يجزأ عن هذا إذا استطاع أن يفطر هذا الشخص. ما هي فوائد الصيام وفضله؟ للصيام طبعا فوائد كثيرة جدا، لكن هنحاول نذكر بعضها من أوجه مختلفة. فبعضها لها فوائد روحية، وفي فوائد اجتماعية، وفي فوائد صحية. بالنسبة مثلا للفوائد الروحية، إنها بتعلم الصبر وضبط النفس ومعرفة قيمة نعمة الله سبحانه وتعالى، وتولد الرحمة في القلب، لأن الإنسان يبتدي يحس بضعف الآخر، ويبتدي يحس بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذها واعتاد عليها وغيره محروم منها، فبيبتدي يحس عنه. ففي الحالة دي بيستطيع أنه يتعاطف معاه، ويستطيع أنه يتشارك معاه، وأنه يتراحم معاه. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إن للصائم عند فطر دعوة لا ترد. يعني طبعا لما الواحد يجي يفطر فيدعو الله سبحانه وتعالى مما يشاء، فنعمل إن شاء الله الإجابة. وأيضا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لنا إن للصائم فرحتين، فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه، ونسأل الله أن نكون منهم إن شاء الله. وفي إن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلا يدخل منه أحد. باب خاص لأهل الصيام اسمه الريان، إن شاء الله نسأل الله أن نكون منهم أنهم يدخلوا من هذا الباب إلى الجنة. الفوائد الاجتماعية زي ما قلت أنها بتولد الإحساس بالرحمة والإحساس بالرغبة في العدل والمساواة، تبتدي الإنسان يشارك. وأيضا بتسول المجتمع من المعاصي، لأن الإنسان في حالة الصيام بيبقى في حالة تأهب وفي حالة يقظة، فلا يعصى الله سبحانه وتعالى ولا يسعى لمعصية الله. فإذا كان كل شخص في هذا المجتمع يعني بيصوم ويسعى إلى عدم معصية الله، فحبص تلاقي أن معدل الجرائم قل، حبص تلاقي أن معدل المعاصي قل، التراحم يزيد، فبيكون له يعني ردود فعل كثيرة جدا ومنافع كثيرة جدا بالنسبة للمجتمع. نعم. ما هي أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ احنا بناخد ويكون في رسول الله في قدوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر. سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بان افضل الصدقه هي الصدقه في رمضان، فكلما استطعنا ان نتصدق وباي شيء نتصدق فلنتصدق. ايضا لو قدرنا ان احنا نساعد الصائم على انه يفطر، حتى ولو بشربة ماء، حتى ولو بتمره، فكل ده بيجزي. وان سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول لنا من فطر صائما على طعام أو شراب من حلال صلت عليه الملائكة في ساعات شهر رمضان وصلى عليه جبريل ليلة القدر، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. أيضا قيام الليل، قيام الليل يعني إيمانا واحتسابا لله تبارك وتعالى. وقيام الليل هو أي عمل ديني بتقوم به بذكر الله تبارك وتعالى من بعد صلاة العشاء للفجر. فإذا أعدت على القرآن أو إذا أعدت على الدراسة أو على سنة الرسول أو على الصلاة على التسبيح على حضور الدروس وما إلى ذلك، كل الأنشطة دي كلها تعتبر قيام الليل إن شاء الله، وربنا بيجزي عنها. أيضا تلاوة القرآن الكريم من المحبب جدا إن الواحد يعني بقدر الإمكان يحاول يقرأ القرآن الكريم في شهر رمضان، وإذا استطاع أنه يخلصه يعني يختموا في شهر رمضان، دي بتكون رحمة من رحمات الله. أيضا من الحاجات اللي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصانا بها هي الاعتكاف والاعتمار. الاعتكاف بمعنى أن أنت تقعد تحدد فترة معينة تقضيها في المسجد بغرض التعبد لله سبحانه وتعالى. والاعتمار طبعا هو أنك تزور مكة والمدينة بنية العمرة إن شاء الله في شهر رمضان. وسيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام يقول لنا عمرة في رمضان تعدل حجة معي.